في اليوم عندنا أزمة كبيرة، خاصة أنه الامتحانات الرسمية ربع بعيدة، وفي مسؤولية عم يتمتعوا فيها جميع المسؤولين عن هالقطاع، ولكن بنفس الوقت وانهيه. ما راح يصير في تعطيل للعام الدراسي، ما راح يصير في اضرابات قبل ما يخلص العام الدراسي، ما راح يصير في تسكير للمدارس قبل ما يخلص العام الدراسي. اكثر من هيك، اليوم فكرنا ندرس جديا امكانيه تمديد العام الدراسي اسبوع كامل، لان ليحضروا الطلاب. هيدا القرار، أنا صراحة بدي أشكر جميع الموجودين معنا اليوم على الطاولة لحسهم بالمسؤولية اللي نحن بنعرفها عنهم. كان بيقدروا بكل سهولة اليوم يقولوا نحن فتحنا الإضراب المفتوح وما فرقانة معنا شو بصير، خاصة أنه السلسلة بالطريقة اللي عم تتعالج فيه بتخليهم يفقدوا أي صوابية بالتفكير، مش بس هني، أي شخص بالعالم. مشان هيك انا اليوم عم اقول انه من وراء حسهم بالمسؤوليه بشكرهم انه اتفقنا على انهاء العام الدراسي واجراء الامتحانات المدرسيه بموعدها، يعني كل المدارس بدها تقوم بالامتحانات بالموعد المحدد لها. اما فيما يتعلق بالامتحانات الرسميه، شهادات البكالوريا والبروفي، هذا الموضوع معلق لحتى نشوف شو بده يصير بجلسة 27 الشهر بناء على المعطيات اللي بتصير بوقتها، وبناء على كيف بده يتعاطى المجلس النيابي مع هالملفات، خاصة ملف حقوق المعلمين والأساتذة بالسلسلة. بنرجع بنعمل اجتماعات وبنبني على الشيء مقتضاه. بدي كرر المطالبة بحقوق الأساتذة والمعلمين، هيدي المطالب كل الأفرقاء السياسيين أقروا بالحق المكتسب لهم فيها بالمجلس النيابي وخارج المجلس النيابي، ولكن كانوا عم يحكوا كمان بآلية التمويل ومعهم حق. نحن ما بدنا نعطي شكات من غير رصيد، نحن بدنا إصلاحات، هالإصلاحات تأمن واردات حتى نقدر ندفع هالمعاشات لكل القطاع العام والقطاع الخاص ولكل اللي بيعنيهم موضوع السلسلة. ما حدا أبدا من كل الأفرقاء السياسيين، بدي أقولها بكل صراحة، ما حدا ولا جهة بالمطلق عم بيقولوا نحنا ضد أنه نعمل زودات وضد أنه نقر سلسلة، ولكن الخلاف كان على كيف بدنا نأمن الواردات ومن وين بدنا نجيب الإيرادات لحتى نقدر نأمن دفع الأموال اللي بتطلبها السلسلة. هيدا قيد النقاش، والرئيس بري رفع الجلسة وطلب من كل الأفرقاء السياسيين يلاقوا حل من هلأ ل 27 الشهر. بيبقى أنه في علامات استفهام على جلسة 27 الشهر؟ نعم، رح جاوبكم قبل ما تسألوا السؤال. هيدا بيكون عم بفوتنا بالمجهول، ومن هون بدي أطلق صرخة باسم كل طفل وطالب بالمدارس اللبنانية، أو كل طالب حتى على مستوى يتخرج من المدرسة ليفوت بالجامعة، تنكون دقيقين أكثر. إذا ما قدرنا نعمل امتحانات رسمية عنا جيل بأكمله ما رح يقدر يفوت على الجامعات. هيدا الفراغ اللي ممكن نفوت فيه إذا ما بيصير في انتخاب لرئيس للجمهورية اللبنانية ب 25 الشهر، عم نفوت مش بس بفراغ رئاسي، عم نفوت بفراغ على مستوى الوطن،
وعلى مستوى كل القطاعات بدها تتأثر فيها كل عائلة بهالبلد. ما بقى عم نحكي بمجلس نواب له حق يشرع ولا ما له حق يشرع، وما عم نحكي إذا مجلس الوزراء له حق يجتمع وياخذ قرارات ولا ما له حق، وما عم نحكي إذا في فراغ على مستوى الرئاسة وبس، عم نحكي على الفراغ عم يضرب كل بيت. مشان هيك الصرخة راح بتكون من كل شخص معني بهذا الموضوع، وحفاظا على هالوطن اللي كلنا بنحبه قد بعضنا، ما حدا بيحبه أكتر من التاني، وأنا أكيد من اللي عم قوله بطلب أنه نحترم الاستحقاقات الدستورية ونقدر ننتخب رئيس للجمهورية قبل 25 الشهر، لأنه هيدي بتكون بداية الحل للوطن اللي منطمح لإله. بالوفاء اللي عم نشوفه كنا بهالأسابيع الماضية، هيدي هي الطريقة الوحيدة ليكون في عنا أمل ولنقدر نعطي أمل للطلاب وللمستقبل اللي هو ناطرنا بالوقت القريب. بدي أقول شغلة أخيرة بضمن النقاشات اللي كانت عم بتصير بالسلسلة، نحكى على موضوع نوقف التعاقد أو نوقف التوظيف بوزارة التربية لفترة سنة. هيدا الموضوع علق، ما بتيناه بالجلسة الماضية، بس أنا بدي طمن وأقول أن نحن كوزارة التربية مش هدفنا دايما نعمل تعاقد ونرجع نوسع المشكلة اللي موجودة حاليا من الأعداد الكبيرة اللي موجودة بالتعاقد بلبنان. أنا مع إجراء مباراة لكل المتعاقدون وغيرهم، وعنه هالمباراة بتصير وبتنصف المتعاقدين خاصة اللي عندهم اللي هن أمضوا سنوات طويلة بهالوظيفة وتجاوزوا السن القانوني. نحن مع إجراء مباراة للجميع إن كانوا بكل المراحل التعليمية وأنواعه، يعني بالخاص بالمهني وبالأساسي وبالثانوي. نحن مع إنهاء بدعة التعاقد، مشان هيك نحن نتأمل نقدر نعمل هالامتحانات عن طريق مجلس الخدمة المدنية. تعين رئيس للمجلس الخدمة خلال من الأسبوعين تقريبا، وهالشي كنا مصرين عليه كل الأفرقاء بالحكومة لأنه بيعني كل القطاعات. أنا مع هالامتحانات تصير ويتثبتوا المتعاقدين وياخذوا دورهم لحتى تصير المدارس فعالة أكثر، ويعطيكم العافية. معليك، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه أو ممكن أكثر من سؤال بما يتعلق بموضوع أنه نحن بدنا نشوف شو بده يصير بالسلسلة، بس الامتحانات المدرسية رح تمشي. يعني معروف أنه من هلأ لجمعة تكون واقعيين ما في رئيس، ومن بعدها حتى فريقكم السياسي عم بيقول نحن نرفض التشريع بظل الفراغ. يعني نحن شو عملنا فيهم؟ اخذنا منهم قصة انه عملنا نهاية العام الدراسي، اخذنا منهم سلاحهم اذا فيه يقول للأساتذة. شغلة الثانية، يعني عم بطالب باعطائهم حقوقهم يعني لكل اعضاء هيئة التنسيق، بس فريقكم السياسي كمان موجود باللجنة الفرعية اللي كانت عم تدرس هذا الموضوع واللي هضمت حقوق كتير من الأساتذة، فكمان وين من هذا الموضوع؟ وبعد شغلة، في حكي من المدارس الخاصة انه اذا الاساتذة اخذوا قرار انه ما يعملوا الامتحانات الرسمية بنروح بنتائج الامتحانات الخاصة. بحب اعرف شو تعليقك وشو تعليق هيئة التنسيق على الموضوع. اولا خليني اجاوبك من الامور اللي بلشت فيها بالسياسة. انت عم تتكهني انه ما في رئيس قبل 25، ما انا بعرف ولا انت بتعرف، وانت بتعرفي بتصير الامور اوقات بالربع ساعة الاخيرة، مثل ما صار بالبيان الوزاري، مثل ما صار بالثقة، مثل ما صار بكل شيء. بقى ما فينا نحن نجزم انه قبل 25 الشهر على الاكيد ما في رئيس للجمهورية. نحن ما عم نقول، عم نفت بالافتراضات. بما انه فت بالافتراضات فينا نقول كمان بركي صار. يعني هلا ما بدي جاوب على شيء منه مجزوم. ما حدا بيجزم انه بيصير في رئيس جمهورية، وما حدا بيجزم انه ما رح يصير في رئيس جمهورية. مشان هيك نحن قلنا بالبداية نرجع اجتماعات رح بتكون مفتوحة عند الحاجة. يعني صار نعمل اجتماع بناء عليه، ما صار كمان بنعمل اجتماع بناء عليه. بموضوع اللجنة الفرعية اللي حكيت عنها، فريقنا السياسي تحفظ على الحقوق تبع الأساتذة، وتحفظ على حقوق العسكريين والجيش اللبناني، وتحفظ على موضوع التفئة، والتحفظ موجود بقلب اللجنة. بالتالي نحن متضامنين مع حالنا، وفريق السياسي وتكتل التغيير والإصلاح كان
واقف إلى جانب مطالب وزارة التربية بهذا الموضوع، وهذا الشيء كان واضح ونحكى بالمجلس النيابي. موضوع الامتحانات مش هيك؟ هذا ثالث نقطة. أنا ما بقدر اليوم أحكي أو أخذ قرار وأقول المدارس الخاصة إلى حق تكون عند، أول شيء أنا مستبعد أنه ما يصير في امتحانات رسمية. خلينا نكون واقعيين، إلغاء الامتحانات البكالوريا بعكس كل الإشاعات اللي كانت عم تطلع، هيدا بيكون شو بقوله آخر شيء حبة السم اللي ما حدا بده ياخدها. نحن مش مع إلغاء البكالوريا، يعني تمام كمان نكون عم نتكهن أنه ماشيين بهالاتجاه، خاصة وأنه بعض الإشاعات كانت عم تطلع، وأنا قريت تصريح باسم وزير التربية أنا ما معي خبره، قريت أنه أنا قلت شيء وأنا ما معي خبره، ونحط لوجو بعض المؤسسات الإعلامية بعتقد زورا، وبلشت تتوزع بالواتساب على كل الطلاب والمدارس. أنا بنفي هذا الموضوع مرة تانية لأنه نفيته قبل، وبقول نحن مع إجراء الامتحانات، ونتأمل أنه يصير في مجال أنه الامتحانات تصير بوقتها، أو إذا تأجل العام الدراسي أسبوع ممكن يصير في إعادة جدولة للامتحانات كله قيد الدرس. ولكن برجع بختم، نتأمل أنه الكل يشتغل على أساس في امتحانات، ينهوا العام الدراسي، وحتى موضوع الامتحانات الرسمية يكونوا جاهزين، لأنه بدنا نحن نفترض أنه مجلس النيابي بده يمشي وبده يقر، أو بده يكون عندنا انتخاب لرئيس جمهورية وما يعود في مشكلة النصاب بمجلس النيابي، كمان يمشوا ويقروا. بطلب من كل الأفرقاء السياسيين يرجعوا ويطلعوا على السلسلة ويفكروا أنه نحن نتأمل اليوم نلاقي حل وسط. أنا بقول وعم بقولها قدام كل الموجودين هون وبقول لهم يا من أول نهار، مش كل شيء عم يطلبوا ممكن يحصلوا عليه، ولكن في إشياء في حد أدنى للقبول ببعض الأمور، في حد أدنى، في إشياء بتصير مهينة إذا بدنا ننزل تحتها. مشان هيك بتأمل أنه الكل بكل مسؤولية يفكر بهالموضوع، لأنه منه قرار قرار وزير التربية، أنا صوتهم وبحكي باسمهم، وبنفس الوقت وقت اللي لازم مرق لهم رسالة على بعض الأمور اللي كانت أنه ما رح تصير أو مطالب غير قابلة أنه تتحقق أو تتطبق، كنت عم برقها بكل أمانة. يعني ما عم بعمل خطاب شعبوي مثل ما البعض بفكر، لا، وقت اللي لازم قل لهم هيدا الموضوع صعب تحقيقه، وخاصة بالمدارس الخاصة وقت اللي حكينا بموضوع المفعول الرجعي، أنا كنت واضح باللي عم قوله، ما بدنا نسكر مدارس من وراء، بنفس الوقت بدنا نجرب نحافظ على حقوق. شو الطريقة؟ هيدي السلسلة بدها تدرسها وتعطينا الجواب. الوزير عم نفهم من كلامك انه في رساله وجهتها لهيئه التنسيق انه بعدم تعطيل الامتحانات المدرسيه وترك الامتحانات الثانويه العامه والمتوسطه انه لا علاقه لحين حصول توافق على الانتخابات او ما بعد الفراغ اذا حصل الفراغ او عدمه؟ انا ما وجهت لهم رساله، انا عم بنقلكم وجهه نظرهم. بالنسبه لكم لازم تعرفوا شغله كثير واضحه، أنه هن معنيين بالحلول والمحافظة على الطلاب والمدارس أكثر مني وأكثر منكم. ما حدا يفكر أنه هن بدون يعطلوا ونحن عم نقنعهم بعكس ذلك، لا، أنا نقلت هن وجهة نظرهم وشكرتهم عليها، بالتالي مش أنا اللي عم بقنعهم فيها. خليني يوضح أنا شو معلوزي، لا 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 خليني وجوههم، لأنه صار لهم 3 سنين عم بيحاربوا وعم بيطالبوا، منيح اللي بعدهم بيبتسموا اوقات. هلا بدنا نضيف الاستاذ حنا حبه شوكولا، لانه هذيك المره اخذوا عليه كيف اكل حبه شوكولا، اليوم راح نضيف الجميع شوكولا، بس منيح اللي بعدهم عم يبتسموا على القليله من بعد كل هالمعاناة. انا بدي اوضح شغلي، اولا اذا البلد راح من هلا لعشرة ايام بدون انتخابات رئيس جمهوريه، واذا مثل ما عم يقول الوزير انه في احتمال جلسه 27 ما تصير، بس بدي اقول لكل اللبنانيين تذكروا شو كانوا عم يقولوا لنا الهيئات الاقتصاديه والسياسيين بهالبلد، كانوا عم يقولوا لنا اذا بدنا نعطيكم سلسله الرتب والرواتب بدها تنهار الليره، بدكم تاخذوا البلد على المجهول. انا بدي اقول للشعب اللبناني كله سوا اليوم يتامل المشهد بالبلد، مين اللي اخذ البلد على المجهول؟ ما في سلسله، بدون سلسله البلد رايح على المجهول. مين بيكون اخذ لبنان على المجهول؟ بدون رئاسي، بدون مجلس نيابي، ما بنعرف شو بصير بالحكومه. هن اللي اخذوا البلد على المجهول، مش هيئه التنسيق النقابيه ولا ال 200000 ليره ولا 300000 ليره. اذا هذا التهويل كان في غير محله، هي اول نقطه. النقطه الثانيه، مش الناس اللي عم يقولوا اذا ما صار في امتحانات بدنا نعطي افادات
او بدنا نتفق مع معالي الوزير او بدنا نتائج المدارس هي اللي بتحدد. انا رايي يعني ما في مسؤول تربوي يتعاطى الموضوع التربوي وبيحكي بافادات، يعني كانه عم يقول انا بدي اضرب كل القطاع التربيه، لا ما في افادات وما حدا احرص على الطلاب من هيئه التنسيق النقابيه اللي قاطعت بال2012 ورجعت صححت لانه صدقنا المسؤولين، وقاطعنا بال2013 ورجعنا صححنا لانه صدقناهم ولانه حريصين على طلابنا، بس زادوها كثير، انزادت بعد 3 سنين ما بقى فينا نحمل. شو بنقول للناس؟ شو بنقول للناس 3 سنين هي القواعد؟ مليون لبناني ناطر السلسله، شو بنقول لهم؟ بنقول لهم انه والله لعبوا فينا اول سنه ولعبوا فينا ثاني سنه ولعبوا فينا ثالث سنه وهلا يا شباب هذا الموضوع ما بقى ينحمل، الموضوع كله مربوط بحقوقنا بالسلسله يلي بجلسه مجلس النواب اقروا كل شيء ودرسوا كل المواد، اما المواد اللي بتحفظ الحقوق، المواد اللي بتعطينا الحد الادنى مثل ما عم يقول مع الوزير التربيه، الحد الادنى من الحقوق اما ما وصلوا له او علقوها او ما موافقين عليها، وبالتالي احنا بنعتبر ما في سلسله، الموضوع كله مربوط بشو بدهم يعطونا قبل الامتحانات وقادرين يعطونا اذا بدهم، اذا ما في سلسله اذا ما في حقوق هم يتحملون مسؤوليه اخذ البلد على المجهول بالاقتصاد وبالسياسي وبالامتحانات وبكل الافق المجهول للبنان. تحب توضح استاذ؟ كنت طلعت منهم ما طلعت منهم. صحيح هذا الحديث. شفتي عم يبتسم؟ كنت طلعت منهم ما طلعت منهم. تاريخيه. ايوه. يعني اليوم نحن عم نصعد تحركنا النقابي في هجوم ايجابي، تحيه للاهالي وللتلامذه اللي شاركونا بيوم 14 ايار. ان هيئه التنسيق النقابيه هي صوتهم، هي صوت الاساتذه، صوت المعلمين، صوت الاداريين اللي انظلموا بزياده ساعاتهم بدون ما يعطوهم حقوقهم، وهي صوت كل المظلومين بالقطاع العام، أجرة ومتعاقدين ومياومين وحتى تلاميذ. ونحن حقوقنا من حقوق هؤلاء، وآهاتنا من آهات هؤلاء الناس، من تلاميذنا ومن أهالينا، وما منشوف مطالبنا إلا مربوطة بمطالبهم. إيه نحن مثل ما قلت طلعت منهم وما طلعت منها، أخذوا البلد على أزمة وطنية فليتحملوا كل المسؤولية بالكامل. هذا صوت هيئة التنسيق النقابية، هي مش بس بالتربية وهي مش بس بالتعليم، هي بكل الميادين ما خلوا شيء. لذلك قضيتنا من قضية هالبلد، ونحن سفينة إنقاذ لهالبلد. اوعى تفكروا حنكون غير هاي، نحن السفينة، نحن ربانها ونحن ماشيين فيها تناخد نحن حقوقنا وياخدوا التلاميذ حقوقه، والمسؤول يتحمل مسؤوليته بإعطاء الكل حقوقه مع بعضهم البعض. هذا اللي نحن بدنا نقوله. نائب، هل برأيك الأشخاص اللي ماشيين مع هيئة التنسيق كانوا موظفين ولا أساتذة رح يعتبروا اليوم خصوص الأساتذة إنه خذلتون بإنه وافقتوا تكفوا العام الدراسي وبالتالي أسقطتوا من إيدكم إحدى وسائل الضغط على المسؤولين؟ لا لا انتبهي، معلش خليني أجاوب، خليني بس نتفي. هلا حنا بتحكي. سؤال موجه إلي. سؤال موجه. أنا سبق وقلت لك انه هن حريصين، هلا هو رح يرجع يجاوب لانه بتعرفي حنا لازم يجاوب، بس هن حريصين، انتم عم تصورون وكانهم هن منهم حريصين على مستقبل الطلاب وعلى مستقبل التعليم. ابتداء من هون انا بقول انه هن حريصين، هن ما اسقطوا من ايدهم شيء، الشيء الاساسي اللي بعده بايدهم هو الامتحانات الرسمية. هن منهم انه بدهم يعذبوا الاهالي والطلاب، مش هيدا هدفهم كام ولا يوم من الايام، مشان هيك ما اسقطوا شيء وما خذلوا حدا. انا بنظري لانه نحن بعد مشكلتنا على الاساسيه شهادات انا عم بحكيكي كدوله كمؤسسه كالبدكي
مشكلتنا في امتحانات، في تلاميذ بدها تفوت على الجامعات ولا لا؟ هيدي الورقه الاساس. تفضل. توصي طالع من هيئه التنسيق النقابيه واضحه فيما يتعلق بملف الامتحانات الرسميه، اذا ليه تنزل؟ هيدي نقطه. حقوق الموظفين مقدسه عند هيئه التنسيق النقابيه، مقدسه، وهي حتابع هذه المعركة. لكن بنفس الوقت كمان هذا ما بيعني انه نحن مثلا ضربنا اسبوع، ايه نحن اتفقنا انه هذا الاسبوع على طلاب راح حددنا، قلنا نحن عم نعوضه، وهذا قلت انا من نوع الهجوم الايجابي، نحن عم نفكر مش بس مطالبنا، مطالب الاخرين. ولذلك هذا الشيء خلي يكون واضح، عملنا توصية للجمعيات العمومية، الجمعيات العمومية عم تدرس، عم وصلت لنا بعض الردود، إسا ما استكملت، بس كونوا على ثقة، إذا إجت التوصيات كلها سوا بالكامل مع الموافقة على موضوع المقاطعة، نحن رهن إشارة الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتعهدين والمتعهدين والأجر. يعطيك العافية. بس أستاذ محمود أنا بدي أوضح شيء، معني شيء، انا بدي اوضح شيء، انه نحن اللي وصلنا له، الحاله اللي وصلنا لها هلا، معني شيء، مش نحن السبب. نحن وقت قطعنا مره واثنين وثلاثه وعدنا، يعني نحن تجاه طلابنا حريصين على انه ياخذوا شهاداتهم، ولكن هن اللي عم يقدفوا فينا الى ان وصلنا الى الحاله اللي نحن فيها حاليا. نحن الحاليه بنوجه لكل المسؤولين بالدوله اللبنانيه، حقوقنا مقدسه، مكتسباتنا اللي كنا محققينها سابقا واللي ناضلنا من اجلها عشرات السنين لوصلنا لها مقدسه، لن نقبل بان تمس، وخصوصا في قوانين نحن سعينا لها لحتى تكون مؤسسه لانشاء مدرسه رسميه هي تنشئ الوطن كله سوا. للاسف عم يحاولوا ضربة من الأساس، إنه ما بدهم مدرسة رسمية. نحن منأكد إنه هاي الحقوق مقدسة، والتلاميذ مصلحتهم مصلحتنا، ونحن حريصين لو بدنا نشتغل طول الصيف مستعدين أن نضحي تجاه التلاميذ. يعطيكم العافية.